يتجدد بصدورك يتجدد لقانا والشوق يتجدد تعال ويانا هنا بصدورات يتجدد بصدورات نطرح مواضيعه ونناقش افكاره محلى تناويعه ويا زين اخباره يتجدد بصدورات علمني وقل لي وانزل بهالميدان والفوز بالملي يا خاسر وكسبان يتجدد بصد ورد يتجدد بصد ورد مرحبا اهلا وسهلا ارضكم ومحلكم كلكم بعيوننا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. برنامجنا اليوم برنامج صد رد، الحلقة اللي مدري كم، يعني ما شاء الله حلقات كلها فيها ضخ من الإبداع والضحك والوناسة والتحديات. خلوكم معنا لا تروحون بعيد في برنامجنا الجميل صد رد. بداية حلقة نارية مع الناس في أيوه أخوي صد رد، تعال يا أبو يتجدد بصد ورد يا خاسر وكسبان يتجدد بصد ورد يتجدد بصد ورد. مرحبا، يا الله حياك، هلا بهالنور. هلا بك، شلونك؟ نحمد الله ونشكره. من وين يا شيخ؟ من نجران. انعم واكرم، تعرف عليك حسين العريفي. يا هلا بحسين، يا هلا بك، يا هلا وغلا، يا هلا بك. والله انك يعني انت يوم شفتنا وش قلت؟ والله على طول شفت قرات المي الله على طول. الله يرفع قدرك، الله يعزك. صد رد اسم برنامجنا. عمرك رحت صد رد؟ اكيد. وين رحت؟ على مكه، رحت على الشرقيه. صد رد، على صد رد. ما شاء الله عليك. اي والله. وش الموت اللي رحت عليه؟ مره كامله، يوم مره اكسنت، خلي على ربك. يا سلام. طيب بسالك سؤال، تفضل. تكفى جاوب. نقول باذن الله. يا حسين، الامل في الله ثم فيك. حسين اسمك انت؟ حسين. طيب لك باللغه العربيه؟ اكيد. يا سلام، حلو. السؤال يقول التيمم بالماء ولا بالماء؟ التيمم؟ أيوة. بالماء ولا بالماء؟ الوقت. بالماء. بالماء. ليه؟ إيش ما قلت بالماء؟ لا، لأنها لازم تكون مكسورة. التيمم بالماء. 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 ما هو بالماء؟ أعتقد بالماء. حسين. الأقرب. لا تخذلني يا حسين. أقول إن شاء الله. بإذن الله. حسين أنت بالبر الحين. حلو. وتيممت بالماء، ممتاز. تمام. خلاص يعني تصلي على طول؟ لا ما تيمم بالماء. توني استوعب. يتجدد بصد ورد. جسمك؟ محمد. ونعمي أبو حميد. حبيبي الله. ليش سموك محمد؟ اسمه محمد يعني على إيه؟ ليش قالوا لك ليش ولا؟ لا والله على يمكن على الرسول صلى الله عليه وسلم. على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. أبى أسألك سؤال. تفضل. ممتاز، وبيك تركز معي، انت لازم تفوز يا ابو حميد. انا حبيتك صراحه. ان شاء الله. السؤال يقول قطار كهربائي ماشي من الشرق للغرب. قطار كهربائي ماشي من الشرق للغرب. ممتاز. الدخان وين يكون اتجاهه؟ يعني ده ماشي من الشرق، ماشي من الشرق للغرب. الدخان حق القطار الكهربائي هذا وين اتجاهه؟ يعني الجو اكيد. اي وين اتجاهه الدخان؟ من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ لا من الجم. من الجم. كيف؟ شرق ولا غرب؟ جنوب ولا شمال؟ ركز يا ابو حميد. قطار كهربائي ماشي من الشرق للغرب، الدخان وين؟ يمين ولا يسار؟ تكفى جاوب. يمين. يمين. دخان القطار الكهربائي. كهربائي ما عنده دخان. خلاص يا ابو حميد، ايوه كذا. مبارك يا ابو حميد، بيض الله وجهك. اخيرا فاز معنا احد، الحمد لله. تفضل. حد هال يطلع لك ما ادري 500 ولا 50 ولا 10، ما ندري. اهم شيء يعذرنا على قصور. بسم الله. ما يلا بسم الله. جدد بصد ورد. مرحبا. مرحبا فيك. مبارك عليك الشهر. الله يبارك. كيف فيك. كيف حالك؟ والله الحمد لله. منور والله. وجودك. قرب شوي، قرب شوي. ما عليك، الامور طيبه وسعه صدر. اكيد. وتعرف عليك؟
أيمن. ونعم أيمن. يا أيمن. ليش عارفين. ليش سموك أيمن؟ والله جدتي اللي حبت هذا الاسم. ونعم. ترى شوف بعلمك شيء، اللي دائما تسميها الجدة ترى محبوب. إيه الحمد لله. وأنت ما شاء الله عليك واضح إنك ما شاء الله محبوب مرة. أكيد إن شاء الله. طيب نسألك سؤال. تفضل. أيمن السؤال يقول، تبي لغز ولا سؤال؟ اللي تبغى أنت يعني، لغز أفضل. لغز أفضل. طيب هذا بيتكم يا أيمن. أيوة. ركز معي. هذا بيتكم. أيوة. وهذا بيت جيرانكم. امسك شوي الميكروفون عشان بشرح لك زين. هذا بيتكم يا أيمن وهذا بيت جيرانكم. أيوة. بينهن جدار. قرب المايك عشان أيوة. أسمعك. بينهن جدار. حلو. أديك بعض فوق الجدار هذا. البيضة لكم ولا لجيرانكم؟ أديك بعض بين. إيه بالجدار فوق الجدار هذا. بين الجدار هذا. إيه. بينك أنت جيرانكم. البيضة من له. قانونياً. البيضة لي أنا وجاري. جاري أولى. تقسمونها يعني. أيوة. قانونياً ما أتكلم يعني حباً وإكراماً، لا قانونياً البيضة حق الديك لك ولا جارك. أكيد أولى شيء جاري يعني. يا سلام عليك. أيمن. سؤال ثاني. تفضل. يا حبيبي. عمرك شفت ديك يبيض؟ ما لا ما. يا حبيبي. مو معقول. هلا بالجميل. حياك الله. أهلا وسهلا. والله بخير. الله يسعدك. تعرف عليك. معك أحمد زهرة من سوريا. ونعم 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 بأهل سوريا كلهم. الله يسعدك يا رب. ليش سموك أحمد بس؟ والله على اسم جدي الله يرحمه يا رب. ما شاء الله. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك ويبارك فيك. حياك الله. الله يسعدك. حلو. سوريا ما شاء الله. نعم. أكلهم طيب. معروف. وهذا معروف عند الجميع يعني. نعم. وش الأكلة اللي تقول للناس في رمضان لا تفوتكم؟ أكلة شامية كذا. والله بالنسبة لي الرز الملوخية. أنا صراحة أقدر هالأكلة جدا. يا سلام. أي والله. طيب طيب أبو حميد أنا بسألك أسئلة. سم. وإذا جاوبت ممتاز. ولا يهمك. أبغاك تجيب لي يا أبو حميد في 7 ثواني. خمس في 10 ثواني. نعم كريم. أي كريم. خمسة. في 5 ثواني أبغاك تجيب لي أسماء بنات بدون نقطة. بنات بدون نقاط. 10 ثواني صح. 10 ثواني بدون نقاط. مثلا مرام بدون نقطة صح ولا لا؟ 5 بنات. 5 أسماء. أسماء. إيه. الوقت عندكم. الوقت. هذه كاميرتك. تمام. جاهز. عادي أذكر اسم مرام معهم كمساعدة. اذكره. يلا ابدأ. 1 2 تفضل. مرام. الوقت. محمد. الوقت. راحت. الوقت. لما. لما. حلو. خلاص راحت. الله لا تكفى يا احمد. اي والله ارجوك. الله يسعدك. طيب وش تقول للناس في رمضان؟ مبارك عليكم الشهر واللهم يا رب بلغنا رمضان يا رب. يا رب. غير فاقدين ولا مفقودين يا حبيبي. واجتهدوا في هذا الشهر ان شاء الله لعل وعسى كذا الله يقبل كم ماجورين جميعا. شكرا. الله يسعدك يا رب حبيبي. الله يسعدك والله. نورك الله يا الله يسعدك يا ابو حميد. شكرا لابو حميد كان ضيف لطيف علينا جدا. خلينا نشوف غير ابو حميد. يا هلا وسهلا. هلا والله. منور والله. بنورك يا حبيبي. الله يسعدك. وش اسمك يا شيخ؟ محمد. ونعم يا ابو حميد. الله يسعدك. ليش سموك محمد؟ على جدي. الله يغفر لي ارحمه. امين. اول يطول عمره طاعت كلهم. ايوه. ابو حميد بسالك سؤال. سم. اذا جاوبت ابو حميد وركزت معي كويس. ايه. لك جائزة. ممتاز؟ سم. هذا بيتكم. طبعا. وهذا بيت جيرانكم. بينهن جدار. جاديك وبض فوق الجدار. البيض لكم ولا لجيرانكم؟ جايش؟ جاديك وبض فوق الجدار. اديك ما يبيض. يا سلام. حلو. حلو يا ابو حميد. اول واحد يوم يفوز معي. طيب. بالحقة الديك هذه اول واحد. والله مبارك ما شاء الله عليك. الله يسعدك. الديك ما يبيض. قلت يمكن أيوه. اخذ يلقين اي شيء شيء. يمين واليسار. وانت وحظك عاد ما ادري. طيب. والله مبروك. مبروك. الله يسعدك. الله يسعدك. افتحها الحين يعني؟ والله بكيفك. تفتح الحين ولا بعد شوي؟ لكن انا بسولف معك قبل ما تفتحها. ها. وش الاجواء اللي تحبها في رمضان يعني؟ الصيام. الاجواء قبل المغرب. الفطور، الجمعات. والامور اللي زي كذا. يا سلام. امين. تحب تاكل شيء معين؟ خلية نحل. الله اكبر عليك. نفس ال تعزمني ان شاء الله؟ لا ان شاء الله.
شلون ان شاء الله؟ اقول له يعني ان شاء الله تغيرنا على بعض. لا 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 اقول ان شاء الله والله عشان ذي بس بيض الله وجهك ابو حميد. الله يسعدك، كنت ضيف لطيف علينا. الله يسعدك. الله يسعدك. تمنى تعزمني. لا ابشر. لا ابشر ولا ابشر الحاله ان شاء الله. شكرا لك يا حيد. خلية النحل والله لذيذه، لا صار فوقه شيره اعوذ بالله. وانزل بهالميدان والفوز بالملي، يا خاسر وكسبان يتجدد بصد ورد، يتجدد بصد ورد. وانزل بهالميدان والفوز بالملي، يا خاسر وكسبان يتجدد بصد ورد، يتجدد بصد ورد. يا مرحبا. يا هلا. كيف حالك؟ الحمد لله. نور والله. الله يخليك. ما شاء الله هالابتسامة الطيبة، الله لا يحرمك منها يا ربي. الله يخليك. ابتسامتك وجه اخي صدق، وانت قاعد تتصدق علينا ما شاء الله عليك بدون فلوس بدون شيء، الله يبيض وجهك. طيب السؤال يقول وش اسمك يا شيخ؟ ادهم. ونعم. ليش سموك ادهم؟ هو في شخصيه مشهوره في الروايات المصريه اسمها ادهم صبري، عميل في المخابرات. رجل شجاع وكذا يعني. والدتي بتحبه جدا فسموني على اسمه. يا سلام جميل. طيب على طاري والدتك يعني الله يحفظها يا رب، وش تحب والدتك في رمضان تسوي لك اكله انت يعني هي تعرف مزاجك بهذا الاكله؟ والله اكلات ياما بس اكتر اكله تبقى خطيره بنيه، فراخ بنيه. هذه حلوه بصراحه والله. اه وش اسمها معلش؟ فراخ بنيه الوجبه. هذه مصريه، اكله مصريه يعني؟ لا لا فراخ بنيه عادي. أنا تراني بسيط ما اعرف الاشياء بس لا. انتم الناس الفخمين ما شاء الله. طيب ابى اسالك سؤال نخش على المسابقه على طول يا ادهم. السؤال يقول قطار كهربائي رايح من الشرق للغرب، الدخان يطلع يمين ولا يسار ولا شرق ولا غرب؟ من الشرق للغرب. بيطلع للشرق. للشرق. اه فيزيائيا للشرق. اه قطار كهربائي ماشي ماشي ماشي. لا قطار كهربائي ما فيهوش. خلاص يا ادهم ارجوك على طول. ما فيهوش بخرس. حلو. مبارك يا ادهم. قطار كهربائي ما في بخار؟ لا. بيض الله وجهك. انتم تسمونه بخار، انا اسمي دخان. اي حاجة. كل واحد. يلا تفضل. واعذرنا على القصور يا ادهم. لا ولا يهمك. شكرا لك يا ادهم. يتجدد بصد ورد. هلا بالحبيب. يا هلا حياك الله. منور والله. الله يخليك. ومبارك عليك الشهر. علينا وعليك. الله يسعدك. يا هلا والله. وش اسمك يا شيخ؟ عبد المحسن تويجري. ونعم. ما عليك سوت. عاد تويجري ما شاء الله عائلة مباركة. الله يجزاك خير. الجميع يحبهم والله. الله يجزاك خير. اسألك ليش سموك اسمك عبد المحسن؟ والله لا تحرجنا. توقع من الأجداد وكذا بس. بيض الله وجهك. طيب وش اللي برمضان فقدته كورونا ورجع ما رجع؟ لا ما رجع للحين. والله يمكن العادات يعني. يمكن الجمعات العائلية قلت في رمضان. كانت من أول فيها أكثر من قبل كورونا، كانت أكثر. لكن بعد كورونا يعني تعودوا الناس شوي على يعني بالبيت وبالحالهم. قد يكون في جمعة جمعتين لكن أقل من قبل. أكيد. طيب يا عبد المحسن الوالدة الله يحفظها وخواتك وكذا وش يعني هم يعرفون مزاج عبد المحسن، وش هو الأكل اللي إذا بغوا يجيبون وجهك يحطونه برمضان؟ والله كله إن شاء الله الأكل زي، لكن يمكن الشيء المفضل سمبوسة لحم حاش. الله أكبر. الله أكبر. بس تشغلك بتوضي ذي. اي والله عاد شكر الله، واحد قبل الصلاة واحد بعد الصلاة. طيب نخش على المسابقة عبد المحسن. نخش على المسابقة. ركز عبد المحسن أرجوك، يعني كنت من القصيم لازم تفوز. أبشر. بسم الله على بركة الله. السؤال يقول يا عبد المحسن، السؤال يقول يا عبد، أبعطيك أمثال كملهم. أبشر. تكفى. كم عمرك أول شيء؟ 22. يعني لك بالأمثال إن شاء الله. المثل الأول الباب اللي يجيك منه ريح سد واستريح. يا سلام حلو. 1-0. السؤال عندنا ثلاثة أمثال. ممتاز. المثل الثاني يا عبد المحسن، ما يحك جلدك مثل ظفرك. ما شاء الله. شايب. كم معك الحين؟ الحين 2. بقي الأخير يا عبد المحسن. أزهر. أرجوك. أزهر. الأخير يقول لا إله إلا الله من طلع. من طلع؟ إيه. تكفى.
اصبر ارجوك. من طلع كيف معه والله يساعده المحسن. والله ما ادري صراحه ما مر علي. اعطنا مثال امثله شيبان ازهل ما هو ذا شيبان شيبان ذا ها ايه من طلع من طلع اجيبه هنا يعني عطنا حوله من طلع من داره ما تعرفه؟ لا والله لا من طلع من داره قل مقداره يا عبد المحسن عجيب ولا والله ما مر علي والله اي والله انت اهم شيء انك شرفتنا الله يعافيك ودي والله انك فزتك احنا فزنا بشوفتك يا حبي لك احنا فزت بنا اي والله شرفنا جدد بصد ورد يا هلا وسهلا يا مرحبا لقينا لكم اثنين سوينا بينهم مكس عجيب لطيف كيف حالك؟ حياك الله تعرف عليك أنس العودلي من وين؟ من اليمن أنعم وأكرم حياك الله الإيمان يماني والحكمة يمانية نعم يا هلا وسهلا وانت شيخ انت تعرف عليك؟ محمد حسن من مصر أنعم وأكرم أم الدنيا ما يحتاج عاد طيب جاهزين؟ بسوي تحدي بينكم نبدأ على بركة الله على بركة الله أبغاك تجيب كلمة في مصر تمام. ممتاز ما يعرف معناتها هو يجيب معناتها باليمني عندهم مثلا تقول لي مثلا أوي أوي يعني شديد صح؟ تمام فهمت شلون؟ وأنت تجيب له كلمة يمنية وهو يجيب لك معناتها أوكي لا 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 أنت تجيبه هو يعرف بيتنا كلها معروفة لا جيب له من 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 الأهرامات ايش يلا نبدأ على بركة الله جاهزين ايش جاهزين خلي اسمك انت شيخ انس انس وانت انس ومحمد الفايز معنا اليمن ولا مصر ما ندري نهائي القارات بسم الله على بركة الله الكلمة عندك وش الكلمة يعني إيه؟ اي كلمة اي شرحنا يا انس لان اليوم احنا نشرح طيب على شيء على على توقع ما فكرت فيها حطها في جملة مفيدة. العلا ذي حلوة. حلو. العلا ذي حلوة. إيه وش يعني؟ يعني الحد ده كويس. وش هي؟ شجرة عندنا العلا نقول لها. الشجرة هي العلا؟ إيه. والله؟ نعم. أشهد أن لا إله إلا الله. تكفى. 1-0 له. ماشي. يلا عطه. ثواني بقى نجيب له بقى كلمة ايه دور له شيء من الأهرامات من ال يعني شيء شديد يلا طب ثواني أطرف كلمة تكفى تكفى عايز أجيب له حاجة صعبة اللي علقة ترى يمكن في سهل ما يعرفه جرب لسه الوقت. أكله معايا لسه يعني كل هو بيتعلم مني المصري فأنت كده حطيتنا في نقطة خلش طبعا تختبره الآن من اللي علمته عشان الوقت يلا ترى إذا تأخرت يفوز ما ودي يفوز أنا نعوم شو؟ نعوم نعوم طيب يحطها في كلمة مفيدة زي ما قلت لي زي ما قلت لي يلا حطه نعوم في البحر نعوم في البحر يلا يا أنس النعوم اللي هو يعني حاجة حيوانية ولا وش لا لا لا, لا لا حدد أرجوك حدد أرجوك يعني مثلا نعيمي الخروف النعيمي بالبحر لا صح ولا هيا أخي أخي الكريم النعوم في البحر الضباب الضباب غلط أنت عمرك شفت ضباب بالبحر يا أنس والله مش عارف أنا 1-1 حلو عليك بسم الله البابور ذا قوي وش البابور؟ العربية جامدة السيارة إذا أنا واحد 2-1 يا شوف إذا جبت له تعادلت معه يلا ماشي عارفها أنت بايز مش أقول لك عليها وش بايز؟ قل له يا ثواني بقى نجيب له كلمة ثانية صعبة عشان أنا هكسب يعني هكسب تكفى عشان الوقت بس يلا حرك عشر ثواني سحلب 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 جيبه بكل ما زي ما انا اجيبه يعني مش السحلب المكار سحلب سحلب يعني ثعلب مكار سحلب مكار اسمه سحلب يلا السحلب اللي هو انس تكفى تكفى يا انس خلينا نعلن فوز اليوم الان سحلب سحلب ما كم معنا صح ثلاثة ولا لا من ثلاث نقاط السحلب السحلب حلو مساحتي بسرعه لا في كلمه ما جابها في كلمه يلا
السحلاب يا عمي يعني بي يطحس او وش ولا مشروب. مشروب الله يهديك. ما تعرف مشروب السحلاب؟ لا والله ما اعرف مشروب السحلاب. كم قلنا الحين؟ اخذت منه النقطة الأولى أنت؟ والثانية يعني كم؟ نقطتين. 3-1 الأخ. شكرا لك يا أنس. يا الله وجهك. أقول لك بعدين هنا. بس اصبر يمكن يعزمك ما ندري. بسم الله على بركة الله. اختر يا حبيبنا. بسم الله. أيوه. الله يبيض وجهك. إلى هنا نقول انتهت حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكل من شارك معنا، شكرا لكل من شرفنا، حنا فزنا بشوفتهم، واللي فاز معنا مبروك، واللي ما فاز حظ أوفر. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على مشاهدتكم هذه الحلقة. نلتقي على خير في برنامجنا صد رد في يوم آخر. استودعكم الله، تقبل الله منا ومنكم الطاعات. وانزل بهالميدان والفوز بالملي، يا خاسر وكسبان يتجدد بصد ورد يتجدد.